هنخرج من مدينة وهران، هنروح لكمال الأجسام واللعبة المصرية المشهورة واللي يلعبها الكثير من المصريين. لأول مرة في التاريخ يتأهل 5 لاعبين مصريين إلى مستر أولمبيا القادمة، 4 بالإضافة إلى مستر بيج رامي، وده إنجاز كبير. يمكن آخره كان حصول حسن مصطفى نجم فريق كوسكواد على بطولة أورلاندو برو للمحترفين، ودي صورة طبعا هو بتوج باللقب ميدالية الذهبية، وعشان يروح ياخد ميدالية في قلب أمريكا، لا ده الموضوع صعب جدا. حسن مصطفى من اللاعبين اللي منتظر لهم أن يكون بإذن الله إن شاء الله امتداد لنجمنا الكبير بيج رامي، إن شاء الله ربنا يديله الصحة بيج رامي ويستمر على القمة سنوات كتير. حسن مصطفى استطاع أن هو بالرغم من تأهله لمستر أولمبيا، هو خلاص كان اتأهل، ولكن فضل أنه يشارك في بطولة أورلاندو برو، استطاع أنه يفوز فيها يعني بإنجاز كبير جدا. عندنا 5 لاعبين: بيج رامي، محمد شعبان، محمد إمبابي، أحمد شكري، حسن مصطفى، وأتوقع ممكن يكون في 6 و7. أنا جايب لكم الكواليس، وده إنجاز كبير لرفع أو كمال أجسام المصري. يمكن خلاص مستر أولمبيا جاية في شهر 10 أو 11 القادم، نتمنى إن شاء الله أن مصر محافظة عليها. خلي بالكم الكلام ده كله بيفرق كتير جدا، كل الميديا في العالم بتتكلم عن الأبطال المصريين في كمال أجسام، وده مش غريب عن الصلابة والقوة من لاعبينا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للاعبين المصريين في كل المحافل. خلينا نطلع لفاصل أعزائي المشاهدين، ونرجع من الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا النهاردة. مصطفى عسل هيكون معانا، هو مدربه الكابتن محمود عبد القادر، ووالده الأستاذ محمود عسل، والدته الأستاذة منى مدحت، ولكن بعد الفاصل.